أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ولكن الشياطين كفروا. خلال هذه الحلقة سنتحدث عن الرقية الشرعية. كي تعرفوا أن القرآن الكريم فيه شفاء للمؤمنين، أما بالنسبة للعسل كيف تقول لنا الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، الناس بصفة عامة، ولكن القرآن الكريم فيه شفاء للمؤمن، بمعنى الإنسان اللي كان مؤمن هو اللي تتشافى بهذا القرآن الكريم. إذن أول حاجة قبل ما نهضروا على القرآن الكريم خص الإنسان يكون على وضوء ويكون تصلي صلاة دائمة ماشي مؤقتة، يطرى بعض المشاكل اللي تطرح أن شبه الناس يقول لك راه درت الرقية الشرعية وما صدقتش. علاش ما صدقتش؟ ما صدقتش حيت لربما أن ذاك الشخص تيلتزم بالصلاة وأذكر الصباح والمساء حتى تتشافى، هي تتشافى وتحيدهم، هو لا خص يبقى بهم. واش يعقل أن شي واحد تتبع وتصلي حتى تتشافى صافي وحيد الصلاه ويعاود ثاني يرجع ما يوليش يصلي؟ خصو يبقى تصلي. اول حاجه تنوصوا بها هو ان الرقيه الشرعيه راه عادي تصدق الى كان الانسان تبقى على صلاه، يبقى على الصلاه ويبقى على اذكار الصباح والمساء. اذا كي قلت يبقى دائما في الصلاه ديالو ويحاول ما امكن يكون دائما على طهاره، يكون كلما احدث يتوضا، ولا توضا يصلي شي جوج الركعات ركعتي الوضوء. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو انه في هذه الحلقه غادي نذكروا ايات وادعيه ديال الرقيه الشرعيه. ومنين تنقولوا الرقيه الشرعيه الانسان يقرا على رسول، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنده واحد قال له ارقيني، هو يقول له ضع يدك انت على المكان الذي يؤلمك واقرأ، انت اقرأ على راسك، انت رقي راسك براسك، ما عرفتيش سير ديك الساعات عند شي راقي، راقي شرعي بطبيعة الحال. إذا ما نطولش عليكم نبداو. آيات ديال الرقية الشرعية، أول حاجة الفاتحة، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، كذلك الآيات العشرة الأولى من سورة البقرة، عشرة ديال الآيات الأولى ديال سورة البقرة، كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، كذلك سورة البقرة الآيات 102 و 163 و 164 و 255 من سورة البقرة. كذلك من آيات ديال الرقية الشرعية وهي الآيات الأربعة، الآيات الأربعة الأربعة الأخيرة من سورة المؤمنين، من سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، كذلك سورة الصافات الآية واحد إلى الآية عشرة، من الآية واحد إلى الآية عشرة من سورة الصافات، سورة الأحقاف، سورة الأحقاف 29 حتى 35، من 29 حتى 35 من سورة الأحقاف، كذلك سورة الرحمن، سورة الرحمن من الآية 33 إلى الآية 36، سورة أخرى اللي هي سورة الحشر، سورة الحشر من الآية 21 إلى الآية 24،
كذلك سورة الجن، سورة الجن من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، وما ننسوش المعوذتين وسورة الإخلاص. تنقروه يعني الإنسان إلا بغى القراءة صبرا تقراه وهو جمع الكفين ديالو، تقراه بحال هكا، تقراه بحال هكا ثلاثة المرات، المعوذتين وسورة الإخلاص ثلاثة المرات، ثم من بعد تمسح ما وصلت إليه يده، كاع البلايص اللي وصلت ليه ليه للدين ديالو تبدا تمسح تمسح. هذه طريقة أخرى ديال الرقية الشرعية اللي الإنسان تلقي راسه براسه. كذلك عندنا سورة آل عمران، سورة آل عمران الآيات 17 و18، وفي الأخير آية الكرسي، آية الكرسي الله لا إله إلا هو. هذا الشيء بالنسبة للقرآن الكريم. كاين نوع آخر ديال الرقية اللي هو الرقية الشرعية الأدعية. إذا الرقية الشرعية بالأدعية، كاين الدعاء الأول اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نقرأها 100 مرة، 100 مرة نقرأها 100 مرة. وكاين دعاء آخر هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكاين دعاء آخر هو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كاين دعاء آخر اللي هو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وبرأ ودرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذن هذا كذلك دعاء. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله